بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في الندوة هذه القيمة اللي بيقيمها إن شاء الله الأخ منير الشامي من مونتريال. وصراحة الندوة هذه أو الموضوع فيها مهم جدا بالنسبة لنا كعرب وكيمنيين في كندا، وفي أشياء يعني حتى ولو إحنا لنا فترة طويلة، يعني أنا مثلا لي 12 سنة، في أشياء أنا صراحة ما مش عارف فيها، أو من خلال الندوة اللي سمعتها من الأخ منير قبل 3 أسابيع كانت يعني أشياء ما كنت عارفها بالخالص. وأنا متأكد أن الندوة هذه بتكون مفيدة لنا جميعا للجداد وللقدامى. طبعا الندوة هذه إن شاء الله بتكون مسجلة على أساس أنه إحنا نحطها للناس اللي ما قدروا يحضروا، نحطها في قناتنا على اليوتيوب اللي هي قناة النادي اليمني، ويستفيد منها الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وانا بالنسبه للاسئله، اذا في اي اسئله تحبوا ان انتم تحطوها للاخ منير ممكن ترسلوها لي في الشات، وانا بحطها للاخ منير. اذا كانت في شيء حاجه مهمه او ضروريه، او ان احنا نخليها، او الافضل يرشح ان احنا نخليها للاخير لنهايه الندوه، وبعدين نفتح الذي هي ان كل واحد يحط اسئلته والاستاذه والاخ منير بيرد عليها. ففضل اخ منير، وعرف عن نفسك وتوكل ان شاء الله. اسلم اخي عادل، الله يبارك فيك وحياكم جميعا. شهر مبارك على الجميع، الله يجعلنا فيه ان شاء الله من المشمولين برحماته والمغفور لهم، وان يعتق رقابنا ورقابكم والدينا والديكم من النار ان شاء الله. بالنسبه للاخوه والاخوات اللي ما يعرفوني، انا منير علي الشامي، يمني كندي من مواليد مدينه صنعاء عام 75، وفيها طبعا كانت يعني نشأتي ودراستي الى المستوى الجامعي. يعني عملت بكالوريوس في إدارة الأعمال، ومن بعدها بدأت الهجرة، او الهجرة كانت الى الإمارات بالتحديد الى دبي. وفيها قضيت 15 سنة، كان مجال العمل الأكبر فيها هو في السياحة. وبعدها بدأت مجال يعني التواصل بين الثقافات أو العلاقات بين الثقافات كاستشاري وأيضا مدرب. طبعا الأسرة برضو أسرتي تكونت في دبي، أولادي 3 مواليد دبي. ووصولنا إلى مونتريال إلى كندا كان في 2013. يعني في مونتريال برضو حاولت أن أستمر في نفس المجالات اللي هي السياحة والاستشارات، ووجدت من أفضل الأشياء التي كانت يعني سهلت لي هذه الحكاية أن رجعت للدراسة. فدرست في كلية التربية في جامعة كونكورديا اللي هي جامعة يعني بالإنجليزية، درست يعني الأدولت إدوكيشن أو تعليم الكبار، وأيضا حصلت على الماجستير في الوساطة بين الثقافات من جامعة شيربروك اللي برضو موجودة يعني ضمن محيط مدينة مونتريال. وبالنسبة لي الآن يعني مثل ما ذكرت يعني مجالي لازال هو السياحة وأيضا التدريب والاستشارات، ومؤخرا يعني في العلاقات بين الثقافات، ومؤخرا موضوع الدايفرسيتي اللي حيكون إن شاء الله موضوعنا اليوم. ومثل ما يعني ذكرها الأخ عادل، إذا في نقطة من ضمن النقاط اللي بنطرحها مثلا ما اتضحت، وجدت أن في تحتاج لشرح أكثر، هنا أنا أقترح أنه تبعثوا يعني على برشات مباشرة للأخ عادل، بحيث أنه ما أتعداها ويكون في شيء مش واضح. أما بقية الأسئلة والأسئلة العامة فمثل ما تكرم أخي عادل حنخليها للأخ إن شاء الله. أنا بعمل سكرين شير، يظهر عادل عندك الآن السكرين عندي؟ المفروض أنك تقدر تعمل شير سكرين، جرب حاول أعملها الآن. أنا عملت سكرين شير، فهل ظهرت؟ الآن بتطلع. يعني تشوفوها؟ لسه عادي ما قد ظهرت. أوكي خليني أشوف. على العموم، هو طبعا الموضوع يتعلق بقيمة مهمة جدا من قيم المجتمع الكندي اللي هي قيمة التنوع أو الدايفرسيتي.
قيمة بالتأكيد هذا يعني واقع الحال هو اللي فرضها. يعني كندا كلنا عارفين أنه في البداية الأرض اللي نسميها كندا الآن كانوا عليها السكان المحليين المواطنين الأصليين، بعدها جاءوا الفرنسيين ومن ثم البريطانيين، طبعا بالبريطاني لما نقول معناها الإنجليز والإيرلنديين والسكوتلنديين، وبعدها بدأت الهجرة مهاجرين من شمال أوروبا أولا، وبعدين لما تم تطبيق نظام النقاط اللي كلنا يعني أو أغلبنا نعرفه في الهجرة، أصبحوا المهاجرين من كل يعني من كل مناطق العالم أو كل دول العالم تقريبا. واليوم بالفعل يعني تقريبا واحد من كل ثلاثة كنديين هو مولود من أبوين غير كنديين. فمثل ما قلت يعني واقع الحال هو اللي فرضها، وأيضا إحنا نتميز عن كثير من البلدان بأنه الخيار في كندا كخيار دستوري كان هو لتطبيق سياسة المالتي كولتشرزم أو تعدد الثقافات بالشكل آسف أخي نيرو صورتك ما عادش ظاهرة بالخالص. بس السلايد لا حتى السلايد ما فيش. آه عندي عمل كانسل وعمل له شير من جديد، شوف بطلع ولا لا. طيب اوكي صح كان اوكي الان اظن الان بتطلع ولا لا. كانسل الان طلعت الآن. نعم ظهر. أوكي المعذرة. المعذرة. إذن مثل ما قلت يعني من المميزات اللي عندنا في كندا إنه عندنا نظام المالتي كولتشرزم. إيش معنى هذا؟ معناه إنه أنا أتكلم الآن على المستوى الفيدرالي، طبعاً على مستوى أوتاوا وكندا كحكومة لا يوجد تفضيل لثقافة على أخرى. يعني الناس اللي وصلوا قبلنا ثقافتهم تحترم وتقدر مثل آخر الواصلين، وبالعكس الحكومة الكندية تشجع كل الثقافات الموجودة وتعتبر إنها بتثري الـ يعني الـ الواقع الكندي، وهذه يعني من الأساسيات اللي موجودة عندنا في كندا. طبعا استثناء بسيط لهذا هو اللي مثلنا للناس اللي موجودين في كيبك، لأنه النظام هذا مستثنى وعندنا يعني موضوع آخر هذا ما حنخوض فيه اليوم، اللي هو عندنا سياسة اللي يسموه الانتركالتشوراليزم اللي لا ما تطبق هذا النظام، إنما تعتبد إنه يعني الثقافة الفرنسية هي الثقافة اللي يعني اللي تدعم بشكل أكبر، وأيضا اللغة الفرنسية عندنا في كيبك هي اللغة الوحيدة اللي هي اللغة الرسمية، بينما بقية كانت طبعا معروف إنه اللغتين الإنجليزية والفرنسية. إذا جينا للتعريف مثلا عندما نقول الدايفرسيتي أو التنوع، إحنا طبعا بنتكلم عن خصائص الأفراد، خصائصهم احتياجاتهم مميزاتهم كل ما يتميز به الأفراد ويجعلهم مختلفين عن غيرهم. إذا تكلمنا على الانكلوجن أو الإدماج أو الاحتواء، إحنا هنا بنتكلم على المجموع، مجموع الأفراد وتقبلهم، تقبل الجميع على اختلافاتهم. لما نجمع الثنتين نقول diversity and inclusion، يعني هو الثنتين، احنا بنقول انه مش بس احنا بنحتوي الجميع، لا اكثر من هذا احنا بنقيم الفكرة يعني التنوع هذه وبنحتفي بها، يعني اكثر من مجرد بس ان احنا بنقبلها. طبعا حاولوا تركزوا معي في النقطة هذه، في الموضوع يبان انه كدائما نسمعها دائما اللي هي الدايفرسيتي اند انكلوجن، لكن للواقع انه من ناحيه الطبيعه الانسانيه الموضوع مش متناغم، لانه احنا عندما نتكلم دايفرسيتي بنتكلم على ان احنا بنركز على الفروق، ومن طبيعه العقل البشري يعني تكوين الانسان انه يفضل جماعته او الجروب اللي هو ينتمي اليه. فعندما تزداد الدايفرسيتي او يكون في هايلايت في 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 تركيز اكبر على الدايفرسيتي تزداد يظهر الفروق بشكل اكبر، فطبيعيا يبدا الانسان انه يلاحظ الاختلافات ويقد يبدا يبعد شويه عن الناس. الانكلوجن هو العكس، يعني من ناحيه طبيعيه انا بتكلم عن من الطبيعيه، يعني مع تعامل العقل معها مباشره من الوهله الاولى.
الانكلوجن يجعل الانسان انه يقول احنا كلنا زي بعض. اذا في هذه الحاله ما فيش فروق، كلنا زي بعض، الناس كلهم سواسيه، يعني المنطق هو بيكون هذا. ف يعني هذا لما يكون عندنا diversity او بنتكلم على inclusion بدون ما يكون عندنا diversity and inclusion. فكره الدايفرسيتي يعني inclusion انه بنلاحظ الفروق. ليش ضروري ملاحظه الفروق؟ ملاحظه الفروق ضروري لانه كل الناس عندها احتياجات مختلفه، اذا لابد ان احنا نعترف ان في فروق، مش كل ما فيش يعني زي ما يقولوا one size fits all، ما فيش مقاس واحد يناسب الناس كلهم. فإحنا نلاحظ أن فيه اختلاف، لكن رغم هذا الاختلاف لابد أن إحنا نحترم هذه الاختلافات يعني ونتبنى سياسات أن إحنا جميعا بنكون مجتمع واحد، وأنه كيف نتعاون بحيث أنه هذه الفروق تكون عوامل إيجابية في مجتمعنا مش عوامل سلبية. طبعا في تشريعات تضمن هذه الفكرة وتحارب التمييز اللي يقوم أصلا على أي فروق، لأنه إحنا طبعا ما أقول التنوع أنه أفراد كلها مختلفين أو يعني فيه مميزات لكل الأفراد، لكن ما نقدرش نحن نركز على كل الاختلافات. يعني وصلنا بعدين لمرحلة أنه في حد يفضل التفاح على البرتقال، وفي حد ما نقدر نوصلها. في محددات أساسية أو كاتيجوريز معينة هي الذي بيشترك فيها أفراد كثيرة، وهذه الكاتيجوريز يعني تبناها المشرع الكندي. طبعا أعلى تشريع فيه، إحنا نتكلم على وثيقة الحقوق والحريات الكندية. الوثيقة هذه اللي هي بنسميها إذا سمعتوا The Charter، كل ما نتكلم على The Charter، طبعا هذه وثيقة دستورية. دستورية يعني أعلى من القوانين الوضعية وتهيمن على كل القوانين. طبعا لما نتكلم على الميثاق الكندي هذا يتعلق ما يخص الدولة والمواطن او الدولة والفرد، يعني هذا مش ما بين الافراد. هذا كأن الحكومة الكندية حرمت على نفسها انها تميز او تميز بين اي احد من الافراد بناء على العرق او الاصل القومي او اللي او اللون او الدين او الجنس او العمر او الإعاقة. طبعا في أشياء مش مذكورة ضمن هذه القائمة، لكن هذه الأشياء بالمصطلح القياس برضو تدخل ضمنها، وأيضا بعضها كان فيها إجراءات دستورية من المحكمة الدستورية مباشرة دخلت ضمنها. ضمن هذا كله أو رغم أن الحكومة الكندية تعهدت بأنه لا يكون في أي تمييز بين الأفراد، طبعا ما استثنتش ما نسميه بالتمييز الإيجابي. التمييز الإيجابي هو عبارة عن أن الحكومة معترفة أو مقتنعة أو ملاحظة أن في جماعات من الناس أو مجموعات من الناس الكنديين أو من هم مقيمين في كندا تعرضوا عبر الأزمان لتمييز ضدهم، يعني لأسباب مختلفة. إذن فإحنا أو الحكومة الكندية بتعترف أنه هذول الناس لابد أن إحنا ندعمهم، لابد أن يكون في إجراءات، لابد في يكون في أنظمة تدعم هذول المجموعات بحيث أنهم يوصلوا إلى المرحلة التي يستطيعوا أنهم يستفيدوا أو يستمتعوا بكافة الأمور المتاحة لغيرهم من المواطنين الكنديين الذي مولودين أبا عن جد من مواطنين كنديين. وتم أصلا ترتيب النظام الحالي عبر يعني عقود من الزمان كانت متأثرة بثقافتهم هم قبل أن يعني يحضر أو يوصل بقية الأفراد من الجماعات المختلفة اللي موجودة اليوم. هذا قلنا إذن الشارتر كان هو بين أو يضمن حقوق الفرد أمام الدولة. إنما بعدين معانا القانون الكندي اللي هو قانون حقوق الإنسان. هذا القانون هو ما ينظم أو هذا هو اللي أكمل الناقص. هذا هو الذي ينظم علاقات الأفراد بعضهم البعض أو الهيئات الخاصة والعامة مع الأفراد، يعني يشمل الجميع. وهذا حتى لو تشوفوا أنه يعني أهم شيء فيه الذي بيركز على المبدأ أنه جميع الأفراد يجب أن تتاح لهم فرصة متساوية، يعني جميع الأفراد ليصنعوا لأنفسهم الحياة التي يكونوا قادرين ويرغبون في الحصول عليها وأن يتم تلبية احتياجاتهم. ما معنى هذه؟ معناها أن في إذا في احتياجات خاصة لهم مش متوفرة
لأنه النظام تم يعني صياغته في إطار ما كانش أصلاً مفكر فيه هذه الاحتياجات. يعني قد تكون احتياجات دينية، قد تكون احتياجات خاصة، يعني إعاقات خاصة أو شيء، لما وضعت الأنظمة في البداية ما كانش تأخذها بعين الاعتبار. فهذا يؤكد أنه لابد هذا ولا أي شخص يحتاج أيضاً لاحتياجات خاصة أو تلبية احتياجاتهم لابد أن يتم هذا بدون أن يكون فيه أي تفريق، سواء على العرق أو الأصل القومي أو العرقي. الأصل القومي يعني انتماء الشخص للقومية أو ناشنالتي أو يعني جنسية معينة، بينما العرقي الذي هو يعني يكون من، طبعا في السابق كنا نتكلم عنها، على أعراق مختلفة أو أجناس مختلفة. الفكرة هذه بدأت تختفي، فكرة الريس، لأنه طبعا في human race واحد، إنما لا زالت موجودة في القوانين أحيانا. فذلك نجد كلمة العرق أحيانا لا زالت تظهر، ولو أنها يعني في البيئة الكندية بنحاول نتجنبها. يعني كلمة race لما نتكلم عنها أو نذكرها لها أو تعبر عن فكرة سيئة يعني سلبية، لكن ما نقدرش نحن نخفيها تماما لأنه لا زالت يعني موجودة ضمن اللوائح والأنظمة والقوانين الموجودة عندنا. إذن برضو تستثني اللون، الدين، العمر، الجنس، بتشوفوا التوجه الجنس، يعني أشياء أكثر مذكورة أو محددة أكثر للتنوع بين الأفراد مبنية على هذا القانون. الآن خلونا نفصل نشوف ما هي هذه الأشياء وأهمها بالتحديد، الذي أيضا يكثر فيها اللغط، أو مثل ما قلنا كلمة الرئيس بنحاول نتجنبها. الآن أصبحت ضمن موضوع أكبر اللي هو الإثنيسيتي. الآن بنحاول نركز، دائما تسمعوا كلمة الإثنيسيتي. الإثنيسيتي هذه أحيانا برضو مفهومها مش واضح، لأنه مرات بتكون مثل ما هو في المجسم مثلا هذا اللي على الشمال، إنها بتشمل كل شيء، الأصل، المنشأ، وال يعني مثلا غالبا يكون الافراد بينهم من مثلا هذا لما يكون نتكلم على دوله معينه، بالذات لو كانت دوله صغيره بيكون نسبه التجانس فيهم كبيره، بتكون هذا الاثنيسيتي بتشمل انهم تقريبا كلهم من اصل واحد، فيهم تشابه كبير في الصفات. يعني ما نقول احنا كلر على فكره، مش بس اللون، لون الجلد، يعني حتى الصفات، الملامح الى اخره، اللي تميز الناس وتفارق بينهم. اللغة، يعني مثلا غالبا مثلا لو أخذنا اليمن نقول أنه يعني غالبيتنا نتكلم لغة واحدة، اللي هي كلنا نتكلم لغة عربية، والغالبية العظمى ديننا واحد اللي هو الدين الإسلامي. لكن أحيانا بتأخذ الإثنية شكل مختلف. مثلا لو تلاحظوا اليهود دائما يقولوا يتكلموا عنهم كإثنية، ما يتكلموا عن اليهود، رغم أنه المنشأ هو في هذا النقطة هو عبارة عن الديانة، وقد يكونوا منتشرين في العالم، وحتى يعني بأشكالهم قد تكون مختلفة، ولغاتهم قد تكون أيضا مختلفة. الآن أيضا مؤخرا بدأت تنتشر فكرة الإثنية الإسلامية، تلاحظوا كثير من يتكلموا ويقولوا المسلمين ويشملوا الكل، فبدأوا يتكلموا عن المسلمين كأنها إثنية، رغم أن المسلمين يعني أنتم عارفين إحنا يعني ممتدين على، أو الإسلام ممتد على العالم بشكل عام، بين ألوان وأعراق ولغات مختلفة. فهذه النقطة كنت أحب أوضحها. النقطة الثانية أنه بالذات بالنسبة مرات أحيانا يكون الإنسان من كثر ما تكررت يعني مصطلح الريس والعنصرية، الريسيزم، الناس أحيانا تختلط عليها الأمور، ما عاد يبان، وبالذات الأطفال. إحنا يمكن ذكرنا في بداية أو في نص شرح الندوة أن إحنا نحاول نركز على التربية وتربية الأطفال. الأطفال مرات ما عاد يبان لهم، والله والكبار حتى أحيانا ما عاد يبان لهم ما هو، متى يكون الموضوع فيه عنصرية ومتى يكون غير. يعني مثلا قبل فترة بنتكلم أنه والله الصينيين تفوقوا على الإيطاليين في مواجهة فيروس كورونا، فالأطفال متى يقولوا يا بابا ما يصحش، ما يعني ما حدش يقول هكذا، this is racist، يعني ما حدش يقول الصينيين. فهنا لا، في لخ، في طبعا في 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 خلط، لانه العنصريه هو لما يكون في اما استحقار او بغض لجماعه معينه بناء على محدد معين، اما لغه او لون او دين او الى اخره. ايضا لما يكون في تمييز في المعامله بين الناس،
بناء على هذا على الأصل. أنا أبدأ الأصل فيها ونقول هذه عنصرية لأن هذا هو. أما غير هذا فلا. يعني أيضا كمثال أعطيكم اليوم سبحان الله باليوم وأنا خرجت أتمشى شوية وشفت شخص يبان عليه أنه عنده مشكلة يعني نفسية أو شيء وسط الشارع. اتصلت بال 911 عشان يعني يحاولوا يتدخلوا وما يكون في خطر لا على الشخص ولا على الناس حوله. بدأوا أول حاجة يسألوني قالها قالوا لي هل هذا الشخص من 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 الريس أو من الأصل الأبيض؟ يعني تخيلوا هم هذا هو أنا بتكلم مع ناس من ال 911 من الحكومة. فقلت لهم لا ما كان شاب. فهل من كذا؟ وبدأوا يسألوني أسئلة هل هو رجل؟ هل هو يعني لأنهم قالوا لي يعني يا سيد الغرض لابد أنك تعطينا هذه المعلومات لأنه الغرض أن احنا نحدد هوية الشخص. فإذا في هذه الحالة المصطلحات هذه استخدامها سليم ما فيهاش أي شيء. يعني لا نبالغ حيث أنه ما عاد يدرى ما عاد يستطيع واحد أنه يتفوه بأي محدد من محددات التنوع لأنه خايف أنه يعني يشار إليه بأنه عنصري ولا أن احنا نخوض في الكل. لا. ما هي العنصرية؟ العنصرية اللي تتجنب بغيضة اللي يتجنبها واحد أنه يقول أنه هذا يعني الجنسية الفلانية هذا بيعملوا يعني يشمل الناس بانتقادات يعني غالبا ما تكونش فيهم بس أفراد محدودين هم الذي يكونوا هم بيعملوها. ليش هذا الموضوع أساسي للأطفال؟ لأنه الأطفال هم بيتلقوا أيضا الثقافة هذه في مدارسهم فأحيانا وبينهم البين. فهذا اللي يخلي أحيانا تضيع عليهم الخريطة أو يتوهوا شوية ما يكون واضح عندهم متى تكون التصريحات أو العنصرية ومتى أنها تكون عامة. في لطيف أن الإنسان يعني يحاول أحيانا مرات أنه يتناقش مع الأطفال وأنه يترك لهم فرصة أنهم يعبروا. يعني إحنا نسمح لهم الآن أصبحت التربية أحيانا من الجهتين يعني باي دايركشنال مش بس من الآباء هم اللي يعني ينصحوا. يعني أحيانا يجينا النصح من 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 جهة الأطفال أيضا. جميل أنه مع الالتزام دائما بالاحترام احترام ضروري وأساسي لكن أنه يترك لهم مجال أنه هكذا أيضا يبدأ يشوف كيف هم بينظروا لهذه الأمور بالتحديد وبعدين يبدأ أنه يعني إذا شاف أن في أشياء يعدلها إذا في أشياء يطمنهم إذا أشياء يعني تكون فيها طبعا تسهيل لهم وأيضا ضمان أنه ما يواجههمش ولا يواجه أيضا مشاكل في بيئات المدرسة. يعني ما تنسوش أنه يحذر إنسان أولا يتجنبها بشكل عام لأنها فعلا العنصرية هي مرض بغيض. لكن إذا كان إنسان تعود على تصريحات معينة أو شيء انتبهوا لأن الأطفال مرات يكرروها في المدارس وهذا شيء أولا يضر بعلاقتهم مع زملائهم ثانيا أيضا ممكن يكون له عواقب حيث أنه ممكن يتم استدعاء الأهل وبعدين يعني ما يفهموا طبعا أنه إذا الطفل قال هذا الشيء فغالبا أنه هذا فكرة في البيت فيحاولوا أنهم يتفاهموا مع الأهل أنه لا لابد أنه تغيروا من أسلوبكم. فإنسان من البداية اصلا يحاول انه يتجنب هذا بحيث انه تربيه الاطفال تكون يعني في اتجاه سليم وما يجعلش ما يخلقش بينهم حواجز وبين بقيه الافراد في مجتمعنا الكندي. النقطه الثانيه او المحدده الثانيه محدده التنوع هو الدين. طبعا انتم عارفين احنا في دوله تحترم الخاصيه الدينيه لنا كلنا كل الافراد الحق في اعتناق الاديان التي نشأ باعتناقها وممارسة طقوسها أو عدم اعتناق أي دين. يعني الحقوق هذه مكفولة للجميع وهنا في نقطة مهمة. طبعا هذا معناه أنه لنا الحق بالاعتقاد الديني يعني كل ما جاء مثلا في الشريعة الإسلامية وإحنا نعتقد به هذا من حقنا. ما يجيش حد يقول لك أنه لا مثلا أنتم بحكم أنكم في كندا لابد أنكم ولو أنكم مسلمين أنكم تقولوا لا الإسلام لابد أنه يقتنع أو يطبق جميع القوانين أو يعترف أن الإسلام يعترف بكل القوانين المثلا مطبقة في كندا. لا هنا في فرق. أنا ممكن أعتقد داخلي كمسلم أنه بعض الأشياء لا تجوز لكن بحكم أن القانون يسمح بها إذن معنى هذا أنه لو كنت بين أخدم أو بين أعمل في مجال معين وهذا المجال بيقدم هذا الخدمة لابد أن أقدمها أو أنا اللي أغير المجال. يعني ما مش مثلا شخص يروح يشتغل في بار ويقول لك أنا مسلم أعتقد أن أنا يضمن لك القانون الكندي والحكومة الكندية تضمن لك أنك تعتقد أن الخمر حرام هذا أكيد. إنما أنك بتشتغل في بار وترفض أنك تقدم الخمر للناس أنت بتشتغل في بار لا لازم أنك تقدم لهم لأنه هذا القانون يسمح به وهذا عملك أصلا وجزء من عملك. فإذا هنا هذا النقطة مهمة. النقطة هذه ممكن نرجع لها أيضا في موضوع آخر حيبان أهميتها أكثر أنه
ما يعني ما يحرج إنسان من الأشياء التي تعتبر مسلمات في ديننا. لا، المسلمات في ديننا مسلمات في ديننا، لكن ما يميز بين الناس. مثلا كم أستبق نفسي بتكلم عليه، مثلا موضوع الزواج المثليين في كندا، الدين الإسلامي ما يقبل بس هذا موضوع واضح. يعني إحنا واضحين أمام الجميع أنه لا، هذا في ديننا لا يجوز. إذن أنا علي، على شخصي، على نفسي، على كمسلم لا يجوز لي هذا الموضوع. إنما مش معناه أنه لو يعني إن أنا أقول أنه لا، الناس الموجودين في كندا واللي عندهم أو بينهم هذا الزواج أنه لا، الزواج هذا ما لاش أنه باطل وأنه ما لا، القانون يعترف بهذا الزواج وفيه ويعطيهم كافة الحقوق الذي مثل غيرهم من 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 الـ يعني من الناس. إذن هذه نقطة أنا أحب أنها تكون واضحة على أساس الناس تطمئن، يعني ما تحس أن علينا ضغط. نحن الآن إحنا مثلاً كمسلمين أو في ناس مسيحيين أو معتقدين بشيء أو يهود أو غيره معتقدين بشيء، إنه لا لازم إنك تغير معتقدك. لا، بالعكس، معتقدك مضمون ومكفول بالقانون وبالدستور، هذه ما فيهاش مساس. الذي هو لا لازم نلاحظ إنك ما يعني ما لا يتم إطلاقه على الغير أو إنك تمايز في المعاملة مع الغير بسبب هذا المعتقد. هذا هو النقطة الأساسية. طبعاً نقطة أيضا مهمة جدا هنا، إنه أمام الحكومة الكندية هي بتتعامل معنا جميعا كأفراد، ومن ضمن هذا أبنائنا، يعني أطفالنا. إحنا وأطفالنا أمام الحكومة إحنا أفراد، يعني إحنا كآباء وضعنا يعني كوضع المعلم أو يعني كان إحنا مؤتمنين على هذول الأفراد اللي عندنا، طبعا يعني مفهوم ومكفول إنهم أبنائنا ويعطينا أيضا زيادة عن المعلمين أو المربين خيار ان احنا نربيهم في الديانه اللي نختارها لهم، وان احنا او نقول لهم الثقافه اللي ثقافتنا الاصليه او ثقافه ابائنا اللي برضو اخترناها لهم. هذا لنا الحق، طبعا الحق هذا مش لغيرنا من المربين او المدرسين الى اخره، لكن رغم هذا كله يظل في الاخر ان الحكومه بترى إلينا أو تنظر إلينا وإلى أبنائنا على أننا أفراد. فإذا بالنسبة للحكومة إذا تجاوزنا هذا الحق بحيث أن إحنا نجبر أبنائنا على طقس معين أو على أو يعني وبالذات إذا استخدم إنسان أساليب الضرب، أو هنا في مشكلة كبيرة. وأنتم أكيد عارفين إنه الحكومة الكندية ممكن تتدخل، فالحكومة هي ليست العدو. يعني هذا لازم إنسان يفكر فيه دائما، بالذات بالنسبة للآباء مع علاقتهم، أو الآباء طبعا هو يشمل الأب والأم في علاقتهم مع أطفالهم، إنه ما يفكروش إنه لا، الحكومة ممكن تتدخل بيني وبين أبنائي. ولا، الحكومة هي من يعني ومن وجهة نظرها هي حماية المواطنين الكنديين والمقيمين على كندا بشكل عام، وحماية القصر اللي هم من غير البالغين عادها أكبر، أو يعني بسبب أيضا برضو المشاكل اللي كانت في السابق واللي لا زالت احيانا توجد، يعني عند جميع فئات المجتمع على فكره. فهذه النقطه مهمه. اذا في هذه النقطه لابد ان احنا نتخلى عن الممارسات او الاسلوب السابق اللي كنا تربينا عليه، انه الانسان بيولد في هذا الدين وما يعني كانه هذا امر يعني كانه يعني فيها نوع من الجبر. لا، الآن سواء كان في ناس مننا بيؤمنوا بفكرة التأخير أو الإنسان مجبر، في كندا إحنا مخيرين، لازم تقتنعوا بهذه الفكرة. إذن الفكرة أنه بداية يبتدأ إنسان في تربيته مع أولاده بأنه فعلا يقنعهم بهذا الدين، يتجنبوا الإجبار هذا ينساه. الإقناع، كيف الإقناع؟ أنه أولا إذا كان حجة ناقصة أنه هو يطلع أو يسأل أو يحطهم عند المربيين يكونوا عندهم القدرة، بحيث أنهم أولا يبين لهم قيمة هذا الدين، تميزه عن بقية الأديان، يحبب لهم الدين، بحيث أنه يجعلهم الأطفال شيئا فشيئا يختاروه. طبعا معروف أنه في البداية إلى سن 6 سنوات الموضوع هذا يعني يكون صعب على الأطفال، وهذه نعم الله أيضا أنه بالعكس في الفترة هذه بالذات لحد 6 سنوات يكون من السهل أنه يتم نقل الثقافة وتأخذ كما هي. الطفل يأخذها يعني فعلا ما يقول لكم التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يكون نقش على الحجر إلى فترة 6 سنوات. بعد 6 سنوات تبدأ الخاصية الجدلية،
إن الطفل يبدأ يفكر ويناقش ويعني عادة طبعاً يختلف من طفل لطفل. بعضهم سبحان الله يعني يكون قد يكون وعيه أسرع من الست، إنما غالباً هو إلى فترة 6 سنوات. من بعد 6 سنوات لازم قلت لكم إذن نحاول نركز على موضوع الإقناع، أيضاً نتجنب موضوع الجبر، إنه إنسان إنه لا أنت مسلم ولا بد أن تكون مسلم، ولا ما تنسوش إنه بيروح المدرسة، المدرسة بيتم فيها سواء في يعني سواء كان في كورس معين أو فصل معين، زي مثلاً كان عندنا في كيبك كان في فصل أو درس اسمه الإيتيكي كولتور ريليجيوز، يعني كانوا الأخلاق والديانات. الآن تقريباً الحكومة هذه ألغتها، إنما كانوا يدرسوا الديانات بشكل عام ويتم نقاشها. فكان بشكل عام يعني يتم نقاش إنه الأفراد أحرار في اعتناق الديانة التي يحبون يعتنقوها وتغيير ديانتهم إلى آخره. فأنت لما يكون كلامك في كلامكم يكون في البيت في جهة والمدرسة كلامها في جهة، هنا تبدأ المشاكل. من ناحية تبدأ إنه إما إنه الطفل يبدأ يخاف إنه يتكلم في هذا المواضيع معكم، وهذا أخطر شيء ممكن يكون إذا ما عرفتوا ما في بال الأطفالكم، فهنا أنتم عاجزين عن يعني عن عمل أي شيء، وتستمروا نفس أسلوبكم لكن ما أنتم عارفين إيش اللي بيدور في بال هذا الطفل اللي هو أصلاً بيتلقى في المدرسة تعاليم مختلفة. لكن جميل أنه يكون في تناغم، في تناغم. لا الدين أصلاً هو يعني وديننا هذا هو اللي بيقوله، لو نشوف الدين هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني لكم دينكم ولي دين، يعني في أشياء آيات كثيرة تبين أنه أصلاً في أصل الدين هو الاختيار. إذن يحاول الإنسان يبدأ يتعامل مع الأطفال من هذا المنطلق، وأيضاً يكون عنده سعة صبر، سعة صدر، ويترك القلق. يعني الأطفال يعني يتقلبوا كم طوال السنوات، يجي مرات يعني أنا في تقريباً في 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 أحياناً يجي لك مدرس مثلاً يعني عنده نظرة سيئة عن الديانات وهذا، ويبدأ تجد الأطفال يبدأوا يسألوك أسئلة تعكس هذه النظرة وتأثروا. للأمانة أنهم يأثروا لسنوات كثيرة، ترجع تبدأ تشتغل على أساس أنه يعني تلغي هذا التأثير لذلك المدرس أو شيء. لكن لابد أن يكون عندنا صبر والأمل والدعاء، يستمر واحد أيضا بالدعاء. إنما فكرة أنه سمع شيء ويحاول أنه في هذه اللحظة يعني بالتحديد أنه يغير الفكرة، هذا يسبب ضغط أكثر من أي شيء. ولا تنسوا أنه كل ما يعني الأطفال مثلهم مثل الكبار دائما يدوروا الأسهل. بالنسبة للطفل عندما يشوف أنه في حد يقول لك أنت حر وأنت لك كفية يعني كل الخيرة في حياتك وطقوسك إلى آخره، وحد يقول لك لا تصلي 5 مرات وتصوم، يعني فقد أنه يعني يتجه أكثر إلى تفضيل الفكرة اللي تعطيها تسهيل. فإذا ما نقلقش، إذا شفنا نستمر نرغب الأطفال ونستمر نفتح يعني خلي الحوار مفتوح بالسنين، ما تكلمش على أيام على شهور، خلي الحوار كل ما جات فرصة كل ما جاء شيء فتح الموضوع، يحاول إنسان ويبين لهم إنه إيش مميزات خيرتهم هذه، ويحبب لهم الجنة ويحبب لهم الطاعات وفائدة يعني فائدة الدين والطاعات في الدنيا قبل الآخرة إلى آخرة. يعني أنتم أكيد عارفين هذه الأمور، بس أحياناً يكون إنسان مش منتبه لها، فهذه أساسية. أما إنه ينتقل لمسألة أكبر إنه يبدأ إنه مثلاً يضرب الأطفال عشان يصلوا أو يضربهم عشان يصوموا أو فهذا لا، هذا أنتم عارفين إنه هذا موضوع أولاً ما تقبل به يعني غير مرفوض، يعني سواء في موضوع الدين أو غيره. الضرب بالذات الضرب يعني ما يكون المبرح، يعني كل واحد يسأل أو يتأكد، يعني طبعا تختلف من إقليم لإقليم. مثلا عندنا في كيبك تقريبا على حسب آخر معلوماتي إلى حد 12 سنة يعني إنك تعمل خبطة بسيطة في أهم حاجة يتجنب واحد الرأس وما يكونش الضرب شديد، بس إنه إذا خبط واحد الطفل خبطة بسيطة مثلا في معي قبل 12 سنة ما مش هذا الموضوع اللي بيخلي إن الحكومة تتدخل. لكن أتكلم على ضرب أحياناً إنسان إنه أو فوق 12 سنة، هذا الحكومة ما يعني لا تقبله نهائياً هذا الموضوع. فإذا يتجنب الإنسان إنه لأنه أحياناً قد يجي الطفل يروح يتكلم في المدرسة أو يكلم حد من زملائه، يقوم حد من الآباء الزملاء أحياناً يتجمل أو شيء، فيدخل الإنسان في متاهات ومشاكل وصعوبات هو في غنى عنها. بالإضافة إلى أنها يعني المفروض خلاص إحنا
فهمنا احنا مثل ما احنا مستفيدين من الحريات التي متاحه لنا في 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 البيئه الكنديه، لابد ان احنا ايضا ان يعني نهيئ اطفالنا انهم يعني يستفيدوا من هذه الحريات ونربيهم على هذه الحريات من البيت. الشيء النقطه الثانيه انه ايضا يعني احنا الان في شهر رمضان، من عاده الناس انه احيانا نشجعوا الاطفال على الصيام. انتم اعرف باطفالكم يعني لما يكون طفل صغير يعني بالذات اقل من 12 سنه، اقل من 13 سنه وما قد وصلش لسن التكليف سن البلوغ، انكم تخلوه يصوم ويروح المدرسه مثلا وبعدين يدوخ لهم هناك او شيء، فيها مشكله لانه هنا بدات صحه الطفل تدخل فيه. فانتم يعني من اقتراحاتي انه بالذات لما يكون اطفال صغار جميل ان واحد يعني يعودهم على الصيام، بس خلوها في الويكند يتعود او نص نهار في الويكند او شيء، بس عندكم تشوفوا تتابعوا حالته تشوفوا كيف وضعه، مش انه يروح المدرسه ما انتم عارفين كيف هو. ويعلم الله يعني اذا يمكن كثير منا ما بنتسحر لانه تسحر باخر الليل وتنام، فيكون فتره طويله ما شرب فيها واحد ولا اكل. ف يعني قلت لكم فعلا تحصل مثلا حالات انه قد يدوخ في المدرسه او شيء، لا فانتوا انتبهوا لهذه النقاط. هذا بالنسبه لموضوع الدين. موضوع بعده موضوع الجنس. موضوع الجنس او او او, أو السكس، هذا الموضوع على فكره فيه له جزئين. الجزء الاول هو لازلنا نجده موضوع الجنس، واللي يعني يتجه اكثر لموضوع او جهه الفروق الطبيعيه، الفروق البيولوجيه. يعني احنا بنتكلم على جينات، بنتكلم على هرمونات وعلى خصائص يعني فسيولوجيه، وايضا اشياء تظهر يعني تبان في 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 هيئه الشخص. وهذه الفكره هذه او فكره الجنس هي الاقرب للفكره التقليديه. الفكره التقليديه اللي هي ايش؟ اللي هي عباره عن انه هذا نظام يسموه باينري اللي معناه مكون من قطبين، اللي هو انثى وذكر قطبين. ما يعني بيكون هذا الموضوع واضح. واحنا طبعا مثل ما لو قلنا هذا السبب انه لو جينا للتركيبه تركيبه الجين يعني نجد انه اصلا في طبعا معروف انه الخليه اللي يتم تلقيحها اذا وجد الكروموسوم الواي الذكري، اذا المتوقع انه الخليه هذه هتتطور الى جنين ذكر. اذا اختفى هذا الكروموسوم معناها ان الخليه هذه هتتطور وتكون انثى. اذا هذا اصبح موضوع واضح. هذا الان هو الموضوع المتداول في العلم، يعني في الجانب الطبي الجانب البيولوجي كل الناس اللي بيدرسوا في علوم الطب هذه فكرتهم لا زالت لحد الان ما تغيرت. طبعا احنا لما نقول الكروموسوم فيه جينات، يعني مش انه الكروموسوم بس وجوده يكون سبب. في احيانا في بعض الناس قد يوجد فيهم الكروموسوم مثلا هذا الواي ويطلعوا اناث، انكم مثلا عندها احيانا في حالات يكون عندها ثلاثه كروموسومات مش اثنين جنسيه، يكون عندها اثنين اكس وواحد واي بس الواي ما يشتغل فتكون انثى. يعني قد تكون يعني عندها عقم او شيء انما تكون انثى رغم انه وجوده. اذا مش معناها انه يعني في نتكلم من ناحيه طبيه انه وجود واي معناها انه خلاص تم الحكم ان هذا الشخص هيكون ذكر. هذه في لها ايضا اجراءات الشيء او في لها يعني عوامل كثيره، وهذا اللي بيجعل احيانا في مساحه. نتكلم الان من ناحيه السكس الجنس، في مساحه بين الانثى والذكر. هذه المساحه الرماديه الذي هي يعني ظاهره موجوده وبناء على خصائص طبيعيه سواء هرمونيه او جينيه. من ناحيه الطبيه، من ناحيه البيولوجيه، المنظور انه الفكره انه طبعا الجنس او جنس الجنين يبدا يتكون يعني بعد شهرين من الحمل. بعد مده شهرين يبدا اول نقطه في يعني اذا وجد الهرمون او وجد الكروموسوم الذكري وجيناته صالحه حيتم انتاج الهرمون الذكري التستوستيرون، وتبدا الاعضاء بعدين بعد شهرين تتكون اعضاء ذكريه او اعضاء انثويه في حال غياب التستوستيرون او غياب الكروموسوم واي. الان الشيء الاهم اللي يعني عاده ما بننتبه له او ما بنتلوه له الا اذا كان شخص مثلا درس في هذا المجال او مطلع على الاطلاع، انه الاهم من هذا انه في
يعني على قريبة الشهر الخامس من الحمل أيضا في بيتم تكون أو تكوين شخصية أو جنس الفرد أو الجنين من ذكر أو أنثى. بس الآن إحنا بنتكلم على مستوى العقل، يعني إنه بيتكون العقل الذكري أو العقل الذكر أو عقل الأنثى. إذن هذا ما بيتم إلا في الشهر الخامس، وتلاحظوا إن في فرق. إذن العمليتين مستقلة عن بعضها البعض. العملية الأولى اللي هو بيتم فيها الأعضاء الذكرية، والعملية الثانية بعدها بحوالي 3 أشهر هو الذي بيتم فيها أو تكوين العقل الذكر، عقل الذكر أو عقل الأنثى، وضمنها كل شيء، تصرفات مثلا معينة بتظهر عليه بعدين في المستقبل، ميول، رغبات جنسية، انجذاب، هذه أشياء كلها. فهذه من ناحية وجهة نظر طبيعية، هذا هو الذي بيجعل من بعض الأفراد يكونوا في المنطقة الضبابية. وطبعا المسألة هذه ما بتنتهيش الآن، يعني من أهم الفترات التي برضو بيكون فيها يعني الهرمونات الجنسية بيتم إفرازها بشكل كبير هي فترة البلوغ. فإذا حتى أحيانا لما يكون هذا الأمور أو فيها نوع من الضبابية، لما يوصل الطفل أو يمر بمرحلة البلوغ، أحيانا هنا الهرمونات اللي ما اشتغلت في المراحل الأولى من الـ يعني هو كجنين تعود إنها يعني تتم إفرازها بشكل طبيعي أكثر. وبعدين إذا ما هالفترة يخرج من المرحلة هذه ويكون بعدين إما أنثى أو ذكر. إذا هذا من ناحية الطبية، وهذه ليش أنا بركز عليها الآن، لأنه الموضوع هذا بالذات يكاد يكون مختفي الآن في البيئة اللي إحنا فيها، سواء لا بتشوفه في الميديا، يعني بشكل عام إذا ما بحثت عنه أو ما كنت أو ما درست في الطب أو في البيولوجي، ما بحثت أنت عن المعلومة بنفسك ما حتلاقيها. ولعدة أسباب ما بقدر أخوض الآن بالأسباب، حتى في المدرسة تم المرور عليه بمرور الكرام. فإذا مش هذه هي الفكرة الموجودة، فهذه الفكرة جيد أنكم تعرفوها، جيد أن احنا نعرفها ونحن نكون مطلعين عليها، لأنها أيضا ممكن تكون كشيء ممكن نحن نتناقش فيه مع أبنائنا، بالذات عندما ننتقل لما هو يعني مشهور أكبر الآن. ما هو مشهور في البيئة، نحن بنتكلم على الجندر، في الناس بيقول لك لا بالعكس سكس ما يعني ما تتكلم ما تذكرها، يعني خلاص هذا الفكرة قديمة ومنتهية. الواقع أنها مش منتهية، الآن هو في عندنا زي يعني قسمين مختلفين، الطب والعلوم الأحيائية في جهة، والعلوم الاجتماعية أصبحت كأنها في جهة. من ضمن الاختلافات الكبيرة أيضا أنه مثلا في المجال الطبي، طبعا هذا بتلاحظه كلكم لما تروح أي عيادة طبيب، يعني سواء لفحص أو مختبر أو إلى آخره، ويعطوك البيانات تسجلها، يكون واضح مكتوب أنه الجنس وما معك إلا خيارين، أو أي شخص ما معه إلا خيارين، يا ذكر يا أنثى، ما فيش خيار ثالث، لأنهم هذا يتعلق عليها أشياء كثيرة، يتعلق عليها الأدوية اللي يعني يوصفوها إلى آخره. أيضا في المجال هذا يتم التشديد الآن على أنه يتم التركيز على الفروق بين الذكر والأنثى. ليش؟ لأنه في الماضي في الاختبارات الطبية كان، يعني أنا أتكلم عن الجانب، أرجع للجانب هذا اللي هو الجانب البيولوجي، الجانب الطبي، كان يتم الاختبار عادة الأدوية والعقاقير الطبية والاختبارات الطبية بشكل عام تتم على الرجال، على الذكور، هم اللي كانوا موجودين بشكل أكبر. أتكلم على يعني ما قبل الستينات، ما قبل الخمسينات. فكان يعني من المشاكل اللي واجهوها الآن إنه بعض الأدوية يكون طبعا تفاعل الذكر أو الأنثى مختلف مع الدواء هذا نفسه. فإذا الآن بالعكس، الآن في هذا المجال بيحرصوا على أنه لابد من التفريق بين الذكر وبين الأنثى، وعندما نعمل دراسة طبية لازم نحن ندرس يكون بين لا يعني لابد أنه يكون بين العينة المدروسة يكون في ذكور ويكون في إناث، وأنه حتى أحيانا أيضا أنه يكون في إثنيات مختلفة حتى عشان يدرسوا الفروق الإثنية بين الذكور وبين الإناث إلى آخره. إذن المصطلح الأكثر تداولا الآن لكن هو الجندر أو النوع الاجتماعي، بالعربي ترجمته هي النوع الاجتماعي. وهذه الفكرة إيش معناها؟ أو طبعا هي منتشرة في الجانب يعني السوشيال ساينس أو العلوم الاجتماعية، إنه يقول لك لا،
هذه اصلا فكره الـ يعني الرجل والمراه الولد والبنت هذه هي عباره عن فكره اجتماعيه احنا اللي اخترعناها. الناس هم زي بعض بينهم بعض الفروق الطبيعيه هذا عرفناها لضروره الحياه ذاتس ات. لكن بس توقف الموضوع هنا، انما احنا اللي بنصنع الرجل رجل او الولد ولد والمراه مراه او البنت بنت، ونحن بنعاملهم بشكل مختلف، وان احنا يعني بنسمح لهم باشياء وما نسمح لغيرهم، يعني الذكر او الولد بنسمح له باشياء والعاب معينه والبنت اخرى الى اخره. اللبس احنا بنفرق بهم باللبس، يعني احنا اللي بنصنع هذا الفرق. فاذا الوسطيين او جماعه الوسط بين الاثنين يقول لك لا، الثنتين الثنتين الطبيعه، يعني زي ما بنقول عندنا اللي كنا دائما نقول الطبع والتطبع، وهذا الطبيعة والثقافة، الثنتين لهم أجزاء. اللهم أن بعضهم بيقولوا لا الطبيعة هي اللي بتفرض بشكل أكبر، والبعضهم يقول لك لا الثقافة هي اللي بتفرض واقعها بشكل أكبر. إنما خلونا في الموضوع السوشيال ساينس، لأنه هو الغالب الآن، وسبب أنه غالب في عدة أسباب، بس من أهمها أنه سواء تكلمنا عن النساء أو الناس اللي ما بيستطيعوا أن يميزوا بين أنهم يكونوا أنهم لا، يعني لا يميز شخص أو نفسه أو لا يعرف نفسه على أنه ذكر أو لا أو ولا يكون أنثى، هذول الناس تعرضوا خلال عقود مش سنوات بس عقود من السنوات لتمييز ضدهم، ومرات كثيرة للاضطهاد. ففي حركة اجتماعية الآن للدفاع عنهم والدفاع عن حقوقهم، فهذا اللي بيخلي موضوع أو فكرة النوع الاجتماعي هي الظاهرة. يعني تجدوا لما تدخلوا الآن مثلاً، إحنا ما نتكلمش على الموضوع الطب والأبليكيشن لفحص طبي، تدخلوا في الفيسبوك، تدخلوا في طلبات الجامعة، طلبات الوظائف، عدوا تشوفوا أنه فيه يعني ذكر، أنثى، غيره، لا أحب أن أذكر، يعني في خيارات، هنا أصبح في عدة خيارات، بالإضافة إلى أنه موضوع النظام الباينري أو الباينري سيستم، هذا النظام ثنائي القطب، أصبح من منظور هذا يعني معتنقين هذا الفكره معدوم. بالعكس يقول لك الان لا، ما فيش قطبين، في عباره عن طيف او سبيكتروم زي ما تقول، في اقصى نجد الشخص اللي بيعرف عن نفسه انه ذكر، وفي الطرف الاخر الشخص اللي بيعرف عن نفسه على انه انثى، وبينهم فيه يعني اشخاص اخرين. يعني هنا الفكره اصبحت انه مع النظام كله لم يعد نظام باينري، اصبح نظام الطيف. ويعني وفي حتى يعني والبعض ايضا قد يكون يسموه جندر فلويد، هذا يعني قد يكون يوم يلاقي نفسه متجه اكثر الى هذا الجهه، ويوم يلاقي نفسه متجه الى هذا الجهه وغيره. هنا مثلا لما عملت السلايد هذه كانوا قسموا الجندر الى 32 قسم، الان تقريبا قد زاد اعداد، يعني هذا ما تسموه الجي بي تي كيو تو إلى آخره. هذه كلها هي الأقسام التي بدأت تتقسم إليها، يعني إنه ما هي كيف بيعرف الإنسان عن نفسه وكيف بيشوف نفسه واتجاهاته وميوله الجنسية إلى آخره. فالسائد الآن يعني في المجتمع، وأيضا جزء يعني وجزء منه هو التعليم، هو هذا. فهذه الفكرة هي الفكرة اللي يمكن حتى لو ما قد سمعتوها من أبنائكم أحياناً، لأنه يمكن هم يشوفوها أنها مش مهمة أو ما يهتموا بها، هذه إمكانية، أو أنه الحوار بينكم وبينهم مش 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 موصول، يعني أو بالذات إذا شافوا أنكم متشددين في هذا الموضوع قد ما يفاتحكم فيه. بينما بالعكس، يعني لا ننسى أنه الموضوع هذا يعني بحكم أنه جاي من المدرسة، جاي من أصحابه. مرحب. بحكم انه جاي من ايضا من جهه الزملاء الاصحاب، قد يكون له يعني او يكون من منظورهم انه بالعكس هذا هو الموضوع الاحدث. يعني احيانا ابنائنا، وهذا طبيعي، ابنائنا وبناتنا، لما اقول ابناء طبعا يشمل الابناء والبنات، يكون له نظره انه تفكير الاهل دائما انه متاخر، يعني هذا افكاركم وانتم افكار، يعني دائما هذا الشيء، هذا في كل جيل، واي شيء جديد احيانا قد يكون اميل اليه. فلابد أنكم تعرفوا أن هذه هي الفكرة الموجودة والمطروحة بشكل أكبر على أبنائنا، هذه سواء لاحظتوها من قبل ما لاحظتوها هذه موجودة، بالإضافة إلى أنه هذا موضوع معاش، يعني اليوم أو بكرة بيكون أكيد الشخص عنده زملاء في العمل،
اللي يعني ما بيعرف عن نفسه كلا ذكر أو أنثى أو كميولة لها ميولة غير الغالبية من الناس. أطفالكم قد يكون لهم زملاء أيضا بهذا الشكل. يعني من الأشياء من الظواهر اللي موجودة الآن على فكرة عشان تعرفوها، في تقريبا في الدراسات تبين إنه حوالي 7% من الأطفال في كندا يعني مش مقتنعين أو مش إنهم لا إنهم إما ذكور أو إناث. يعني شوف 7% نسبة كبيرة جدا طبعا. إيش اللي بيحصل؟ لكن ما ننساش مرحلة البلوغ. بعد ما يعدوا مرحلة البلوغ يعني الستاتستيكس بتبين إنه 1% فقط تقريبا بعد ما يعدي مرحلة البلوغ يستمر أيضا إنه ما بيعتبرش نفسه لا ذكر أو أنثى، أو إنه يعتبر نفسه يكون مثلا فسيولوجيا ذكر لكن بيعتبر نفسه أنثى وخلافه. إذن يعني من إذن هذه ظاهرة موجودة. يمكن من الأشياء يعني في أشياء كثيرة يعني هي اللي يمكن بتسببها أحيانا هذا التشويش. من ضمن التشويش هو يعني أن الطفل طبعا الإفرازات الهرمونية يعني بين الفترات الأولى الحمل وبين فترة المراهقة بتكون خفيفة. فأحيانا تلاحظوا طبعا الأولاد والبنات كثير منهم أحيانا تصرفاتكم بتكون متشابهة، وأيضا يعتمد على أصحابهم قد بالذات في المدارس اللي هي مدارس مختلطة، والآن أصبح الأكتيفيتيز بيشتركوا فيها الجميع. إذن فهذا يمكن يكون من ما بيقولش إنه هذا هو، بس يمكن يكون من العوامل اللي أحيانا بتخلي لخبطة أو بتجعل بعض الأطفال مش متأكد في يعني من هويته خلال هذا المرحلة إلى مرحلة البلوغ أو بعدها. فهذه النقطة يعني جميل إن إنسان يتكلم مع الأطفال فيها عشان يشوف إيش في تفكيرهم، إيش بيسمعوا في المدرسة، إيش مقتنعين به. والأهم منه إنه ما يقومش إنه يقول لهم إنه هذا كلام فاضي. لا، إحنا ناس يعني علميين، ناس حضاريين. هذه نظرية هذه موجودة وفي ناس مؤمنين بها. ويعني إحنا من الطبيعي إن إحنا نحترم الناس المؤمنين بهذه النظرية كنظرية وموجودة، وإنه فيها جزء كبير من الحقيقة. لما نقول الجندر النوع الاجتماعي، طبعا أنت عندما تربي الطفل مثلا كولد وتزيد فيه يعني التنافر روح التنافس والخشونة والكذا، من الطبيعي إنه يكون عنده صفات ذكورية أكثر أو تكون ظاهرة عليه أكثر. وعندما تحارب هذا الصفات مثلا في أو تجمعها شوية أو تخف منها عند البنت، من الطبيعي أنها تكون يعني صفاتها الأنثوية أكثر. في عامل أكيد ما حدش يقدر ينكره نهائيا، إنما أنه يكون هذا هو فقط العامل اللي أصبح يفرق بين الذكر والأنثى وما بينهم من الآن أنواع الجندر المختلفة. هنا الذي تنفعكم أو تنفعنا جميعا فكرة أنه لا زالت معنا نظرية الجنس، اللي هي النظرية اللي هي بيتعاملوا بها الأطباء، النظرية اللي بيتعاملوا بها جماعة أو ناس في موضوع البيولوجيا الجماعة. موضوع النظرية موجودة رغم أنه يعني في ناس كثير من مثلكم من الناس المعتنقين والمؤمنين كثير ومدافعين في مجال العلوم الاجتماعية يقول لك لا هذه نظرية منتهية. لا، يعني نجي برضو نكون ناس واقعيين ومنطقيين. النظرية ما انتهت، نظرية السكس موجودة، إنما يعني الآن بيجعلوها بس في الخصائص البيولوجية. وبالنسبة للناس أهل الوسط اللي مثل ما قلنا مقتنعين أنه لا، في الخصائص البيولوجية بتأثر يكون لها دور كبير، وأيضا الخصائص الثقافية يعني، والإنسان هو مزيج من هذه الثنتين. إذن فهذه النقطة مهمة أن يكون فيه دائما تواصل مع الأبناء فيها والحوار فيها. ما تخافوش يعني، ما يخوفهمش واحد. إذا يجي مثلا الطفل يقول له أنه أنا عندي زميلي أو زميلتي يعني بيحس نفسه أنه مش هو شكله، أو أنا كنت أشوفه دائما أنه ولد والآن بيقول لا هو بنته، لا تمشي معه، لا تكلمه، لا تخوفهم، لا تخوفهم. لأنه لو بدأ أطفالكم يعني يتخوفوا أولا من أي شخص ما بيعرف نفسه بالجندر المتعارف أو المشهور أو الغالب ما نقولش مشهور، الغالب من ذكر أو أنثى، ويبدأوا يتجنبهم أولا. يعني قلت لكم هذا الظاهرة بتظهر بشكل
كل مع المدى بتظهر بشكل أكبر. فحتلاقوهم أنتم ما تقدروا تتجنبوا الفكرة هذه. أنتم بتتفرجوا تلفزيون بيجي لكم مقطع، حتى لو تشوفوا الأخبار قناة الأخبار وتتفرجوا بتجي إعلانات. أحيانا في الإعلانات قد يكون فيها مشاهد أو شيء بتبين أنه الناس بتتصرف تصرفات جنسية غير الذي كانت مشهورة ومتعارف عليها وأنها مقبولة. بيجيك في تلفزيون الحكومي، طفيت التلفزيون، منعت التلفزيون، معك الانترنت، معك، يعني ما تقدر هذا يكون إنسان منطقي. فيحفظل أنك بالعكس تهيئ الأطفال، تهيئ نفسك أيضا أنك تفهم هذا الموضوع وتتعايش معه على ما هو، وتشوف بعدين الجانب اللي مقنعك أكثر، يعني من النظرية الأكثر المقنعة لك مع احترام الآخر وقناعاته. لابد أنه الاحترام للآخرين يكون موجود. وأهم من نوعيد كرعاية التمييز، يعني وهذه وترجعي مثلا الأطفال، أطفالكم مثلا لو يتجنبوا حد في المدرسة بهذا السبب المدرسين بيلاحظوا، يقول لك ليش، بعدين بالعكس بيتم التركيز عليهم بشكل أكبر، وبيعتبروا أنهم عندهم مشكلة، أصبحت الآن أنهم عندهم مشكلة وأنهم يعني مش عارفين الوضع اللي إحنا عايشينها الآن أو الفكرة التي هي السائدة. إذن حيتم التركيز عليهم بشكل أكبر. بالإضافة إلى أنه يعني سواء قال لكم أو ما قال لكم، بيتم أحياناً ناس من اللي يعني من جمعيات خاصة بيزوروا الأطفال لمدارسهم ويعملوا لهم محاضرات. غالباً هذو الأشخاص نفسهم بيكونوا أصلاً من اللي هم مش يعني مش معتنقين أو مش متابعين فكرة الباينري سيستم، يعني لا بيعرفوا عن نفسهم أنهم ذكور ولا يعرفوا عن نفسهم أنهم إناث، أو أحياناً يكون شكله غير ما هو بيعرفنا، يعني هو الشخص نفسه بيكون بيجي ويتكلم عن نفسه. المدرس يمكن يكون ايضا من هذا النوع من الافراد. المدرس قد يكون عنده يعني علاقه زواج او علاقه عاطفيه مع شخص من يعني من مثلي، وبعدين يتكلم مع هذه الاشياء تتم انه ما يتكلم، يعني يقول لك ما نقولش انه عايز يعني يحاول ينقل الفكره، بس انه بيتكلم مع يعني انتوا عارفين انه الاطفال هنا بيتكلموا مع مدرسينهم. عندما يقول لها انا صاحبي او صاحبتي، بخلاف يعني باختلاف ما يكون الشخص يعني ذكر او انثى، الاطفال يفهموا ان هذه العلاقه هي الموجوده مثلا مع. فانت عندما او انت كأم عندما تخوفوا الأطفال من الحكاية هذه، بتخلوا إنه أولاً ما يكونوش مرتاحين، هذه واحدة، وهذا شيء مش يعني يكونوا معرضين للسترس، يكون عليهم ضغط كبير. الشيء الثاني إنه مثل ما قلت إنه لو بدأ يلاحظوا عليهم هذا، بالعكس هيكم التركيز عليهم بشكل أكبر. يمكن أيضاً يتم استدعائكم ويعني ويحاولوا إنهم يغيروا تفكيركم أيضاً. فليش الدنيا وسع، يعني هذه نظرية، مش أنت مش مجبر أو أنت لست مجبرة أنك تعتنقي النظرية هذه، لكن لابد أنك تقبلي بوجودها. النظرية هذه نظرية موجودة ونظرية محترمة، وبالعكس الحكومة الكندية بتدعمها بشتى المجالات. ليش؟ إيش السبب؟ السبب يعني يلغى أيضا واحد من باله فكرة أنه ما فيش قيام، لا ما فيش شعب ما فيش فيه قيام، ما فيش مجتمع لا يوجد فيه قيام. الفرق أنه يعني الهيراركي، التسلسل الهيكلي أو هيكلية القيم تختلف، يعني في قيمة بتكون أهم من قيمة في كل مجتمع، إنما القيم موجودة. ومن أهم قيم المجتمع الكندي الدايفرسيتي، التنوع. إذن شفتوا يعني رغم نحترم آراء الجميع، نحترم ديانة الجميع، لكن لا يمكن إن احنا نسمح إن هذا يؤدي إلى التمييز بين الأفراد بناء على هذه الأفكار. فهنا هذه هي النقطة اللي لازم تركزوا عليها. لا يخاف واحد من معتقداته وانتماءاته، بالذات انتماءاته الدينية، أو يحاول أنه يعني يقول لك كيف أو يتردد أنه يتكلم بهذا حد حتى سأله. لا، أنا هذا معتقدي، هذا ديني، ومثلا هذا ديني بيقول لي كذا. لكن في تعاملي مع الناس لا يمكن أن أفرق. أنا الناس بيعرفوا بأنفسهم كما يحبوا، وأنا أحترم اختياراتهم الشخصية. ولا يمكن كمان أنا شخص بناء مثلا سائق تاكسي، لا يمكن أقول للإنسان لا انزل أنك يعني ما طلعش. بالعكس، يعني هنا تبدأ المشكلة. إذا بدأنا أو في مطعم أن أنا أرفض أن أنا يعني أخدم شخص أو شخصين لأنه
ما نش موافق على خياراتهم. لا، هنا المشكلة، هنا. إذن إحنا لازم نفهم إذن ما هو مصدر أو ما هي المطلوب مننا في هذا المجتمع اللي إحنا جزء منه، لكي نكون يعني أفراد صالحين في المجتمع. ومن ناحية ثانية أيضا نحافظ على تميزنا وعلى أفكارنا، ما حدش بيجبرنا أن إحنا نطمس أفكارنا. إذن هذا كان موضوع مهم، ويعني اللي ما قد يعني ما قد فتح المجال أو الموضوع هذا مع الأطفال، مش شرط تفتح مباشرة، حتى قد يكون مش منتبهين. يعني أحيانا الأطفال ما ينتبهوا حتى بتجي يجيهم شخص ويلقيهم المحاضرة والأطفال يروحوا ونسوها فعلا، مع أنهم ما يشتوا يتكلموا عنها. فطالما الموضوع يعني ممكن إنسان يلمح أو في شيء، إذا شفتوا أن الموضوع هذا لازال بعيد، أوكي ما مشكلة، ممكن إنسان يأجله، يعني ما مش ضروري أنك تروح تتكلم فيه. لكن كل ما يحس إنسان أنه فيه أولوية أو أهمية أنه يبدأ أنه يفتح الموضوع هذا مع الأطفال، فكل ما يشوف نبه له أي إشارات من الأفضل أنه يكون يعني يبدأ به بأسرع وقت ممكن، وأنه يترك مثل ما قلنا المجال الحوار مفتوح، ماشي أنه مجال واحد بس، أنه هذه اقتنعوا اسمعوا افهموا. لأنه ايش اللي بيحصل بعدين؟ يسمع أنه الطفل يصبح يسمع لك ويهز رأسه، وبعدين يروح ما أنت عارف ايش في رأسه فعلا، ما هي الفكرة اللي هو مقتنع بها. والأخطر أنه يبدأ أنه يحس أنك أو أن الأم أفكارهم متقادمة، يعني إذا يعني ما اعتمدش عليهم في أو في 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 لا في المعلومة ولا في الحكم. فهذه اللي تعملها هو إن إحنا نقفل باب الحوار. لا، باب الحوار لازم يكون مفتوح، تركوا لهم مجال إنهم يناقشوا. أحيانا الأطفال يقول لك لا لا لا، أوكي لازم تناقشوهم، لازم لأنه في المدرسة هذا هم اللي بيسووه. في المدرسة ما بيفضوش عليهم الموضوع هذا، لا بيناقشوهم. وكل ما جابوا لهم كل ما تكلم وبيتم سواء عرفتوا أو ما عرفتوا. أحيانا على فكرة في السابق كان يتم يعني دائما إبلاغ الأهل إنه اليوم الفلاني حيكون في درس عن التنوع الدايفرسيتي، أو إنه في اليوم الفلاني حيكون في درس عن السكس إدوكيشن أو شيء أو خلافه. بعدين لاحظوا إنه في كثير نسبة كبيرة من الأهل لما يجي اليوم هذا الأطفال يمرضوا يعني ما يغيبوا عن المدرسة، فأصبح على الأقل عندنا في كيبيك الآن ما يبلغونه، ما بنعرفش متى يتم هذا الدرس، في أي يوم، في أي وقت، متى يتم استضافة، ما نعرف إلا لما يجوا الأطفال مثلا ويتكلموا، إذا تكلموا ولا ما هتعرف. إنما تأكدوا جميعا إن المواضيع هذه بيتم نقاشها في المدارس، طبعا باختلاف المراحل. يعني مش معناها إنه بتكون لا في المرحلة متأخرة، لا، يعني بتكون من المرحلة الابتدائية من البداية، أحيانا حتى من الحضانة، بس بأسلوب مختلف، بحيث إنه لأنهم أيضا فاهمين، هم أيضا يعني في مجال التعليم وفي قطاع التعليم فهموا إنه الست السنوات الأولى هي الأساسية. كل ما مع المدى بيبدأوا يعني يبدأوا بدري أيضا، لأنه يعني من الحضانة الآن بيتم بالذات فكرة الجندر محاولة إنه الأطفال يفهموها من الحضانة، يعني من حتى اللي هي أو السنوات اللي هي السنتين قبل المدرسة ومن بعدها المدرسة. بعد هذا أيضا من محددات التنوع الميول أو التوجه الجنسي. طبعا في ناس ينجذب للنساء، في ناس ينجذب للرجال، في ناس ينجذب للرجال والنساء، وفي أفراد ما عندهمش يعني ما ينجذبوا، ما عندهمش اللي يسموه asexual. فهذه مثلا هذه الأربع التوجهات أو الخيارات الموجودة المختلفة. هذه بالنسبة للموضوع هذا أولا، وهذا شيء يعني أساسي وأتمنى أن الجميع فعلا يوسع صدره ويفهم فيه. إحنا كنا يعني الفكرة السائدة عندنا أنه لا، الفطرة البشرية، الطبيعة البشرية أنه تخلي الشخص إما ذكر أو أنثى، وأنه يكون الذكر ينجذب للأنثى والأنثى تنجذب للذكر. أنا معاكم، إحنا ما نتكلم نقول الطبيعة البشرية، الفطرة البشرية معناها نتكلم على إيش؟ نتكلم على مسألة الجينات، نتكلم على التكوين الجيني، نتكلم على الهرمونات. لكن شفتوا أنه لما تكلمنا عن موضوع الجنس وجدنا أنه في ناس تكوينهم وطبيعتهم وفطرتهم أصلاً فيها نوع من في كان في سبب معين أو شيء جعل أنه
هذا الأشخاص توجههم هذا. لابد أن احنا نفهم الفكرة هذه. ليش نقول نفهمها؟ لأنه يعني الغالب طبعا ما أنكرش إن يعني أو لا ينكر أنه في أسباب بيولوجية، في أسباب طبيعية، وفي أسباب أيضا البيئة تخلقها. هذا كل الناس الآن كل العلماء بيقتنعين بالثنتين. فغالبا يعني مثلا أو احنا فكرتنا أنه لا، هذول الناس الذي توجههم الجنسي هكذا، هذول الناس خارجين عن الفطرة، هذول الناس يعني فاسدين، هذول الناس. الفكرة هذه نحاول أن احنا ننظر لها من المنظور العلمي الآن أيضا، لابد، لأنه فهمنا أنه في منهم مش أنه خيار الموضوع، ما لم يعد خيار الشخص. عندما شفتوا لما تكلمنا أنه بيتم مثلا تكون الأعضاء الجنسية بعد الشهر الثاني، وتكون العقل الذكري والأنثوي قريب الشهر الخامس من الحمل. فإذا أحيانا لما تخيلوا عندما يكون إنسان بأعضاء لكن عقله هو عقل مخالف تماما، إذا هذا الشخص سواء تصرفاته أو ميوله أو بتكون طبعا محكومة بالتصرفات العقل. العقل هو الأساس، مش ما العضو الذكري هو أكثر أهمية. وهذول الناس يعني لابد أن واحد يتفهم حالتهم، إذن يحاول قدر المستطاع أنه ما يكونش متشدد في هذا الموضوع. الناس موجودين ورب يا ربهم اللي خلقهم أعلم بهم وأعلم بسرائرهم وأعلم بأنه هل هذه أصلا فطرتهم تكوينهم هكذا أو لا، هذا خيار اختاروه هم لأنفسهم. هذا شيء بين الفرد وبين بين بين ربه. إذن بالذات لما نتكلم مع الأطفال ما تحاولوش أنه تجرموا الموضوع هذا، لأن الموضوع هذا غير مجرم في بيئتنا الكندية. يعني من الـ من الـ من الـ من الآخر أنا أعطيكم، ما دام الموضوع غير مجرم فلا يمكنك أنت، لا يمكنك أنت كأم إنك تجرمي. اللي إذا عملت إيش اللي بيحصل؟ يحصل فقط إنه بتبنوا عقدة في نفسية الطفل هذا، ويكبر وهو متمسك بها، وأيضا وبعدها ممكن تعمل له مشاكل في سنوات طفولته وأيضا بعدها حتى في المستقبل. لكن عندما ترجعوا زي ما قلنا، عندكم بابين، عندكم باب الدين إذا كان الوازع الديني كبير عند الأطفال تدخلوا منه، عندكم باب العلم الطبيعي اللي هو البيولوجي. يعني في وسائل أخرى بحيث أنهم تبينوا أنه هذا الأشخاص مثلا الذي فيها هذا قد يكون اختار هذا الوضع، وقد يكون الوضع فرض عليه يعني طبيعيا أو بيولوجيا، هم موجودين ويعني إحنا ما يعني لا نحتقرهم ولا يعني ننتقص من إنسانيتهم. هذول الناس موجودين ضمن البيئة، سواء يعني مهما كانت نظرتنا للموضوع لابد من التعامل معهم واحترام بشريتهم، إنهم واحترام أيضا مواطنتهم، ناس مواطنين موجودين معنا في كندا مثلنا مثلهم أمام القانون. هذا الفكرة لابد أنها تكون واضحة، لأنه يعني بعض الناس يحاول يتخذها كأنها أسلوب من التربية، أنه يزيد الانتقاد في هذا الموضوع من بناء يعني أو تفكيره أنه كل ما زيت الانتقاد في هذا الموضوع فهذا يساعد إن في تربية الأطفال. لا بالعكس، بالعكس يعني لا تبني عقدة في إحنا اخترنا إحنا نجي كندا والبيئة الكندية موجودة بهذا الشكل من أعلى قمة هرم القيم الموجودة فيها هو الحرية والديمقراطية والتنوع. فإذا من أجل تكون أيضا تعاملك مع أطفالك صحيح وسليم لابد أن الأمور هذه تكون واضحة وأنهم يتربوا على احترام القانون. الموضوع الآخر من الـ يعني أو جزء كبير ومهم من محددة التنوع هي الإعاقة. طبعا الإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو إعاقة نفسية أو عقلية. فيعني التفسير الأوسع للإعاقة هو أي شيء يحد من إما قيام الإنسان بأنشطة مختلفة أو يحد أو يمنعه بالكامل عن هذه الأنشطة، أو إنه يمنعه من المشاركة في مجالات معينة أو أنشطة معينة. كل ما إذا كان يعني في هذا شيء من هذه الأمور ويستمر لفترة طويلة أو دائم، إذن الموضوع أصبح إعاقة، لأنه
في مثلا موضوع الحمل هو يحد بالذات في يعني اشهرها المتاخره من حركه الام، هذا اكيد، لكن ما يعتبر اعاقه لانه يعني موضوع مؤقت ينتهي بانتهاء الحمل او بالذات شهورها يعني الاخيره. انما انه يكون الانسان يعني عنده صعوبه في الحركه او في النظر او في السمع، هذه ايضا من ناحيه نفسيه. الان في كندا الاكتئاب الدائم، الاكتئاب المزمن يصبح اعاقه، يعني يعتبرون انه يعني داخل ضمن الاعاقات. ولهذا تجدون انه لما تشوفوا البيانات الاحصاء انه 22% يعني في 2017 انه 22% من الكنديين عندهم اعاقه. طبعا هذه يعني يترتب عليها اجراءات في المدرسه، يترتب عليها اجراءات في العمل، يترتب عليها حقوق لهم تصرف لها، تصرف لهم الدوله الى اخره. يعني هذا موضوع الاعاقات ايضا مهم جدا، ان وهذا اساسي واخلاقي وديننا يامرنا به، انه يعني ما يتجنب انسان انه يسخر من المعاق او شيء. هذا الشيء تصرف هذا يعني بغيض بكل المقاييس، مقاييس الدين، مقاييس الانسانيه، مقاييس البيئه اللي احنا موجودين فيها. فينت يحذر ينتبه الانسان احيانا بعض التعليقات تكون يعني انسان يطلقها في البيت باسلوب عادي، او احيانا يعني انتم عارفين لما نتفرج احنا على الميديا العربيه للاسف يعني ما تراعي شعور الناس ذوي الاعاقات. فاحيانا قد يكون في مواقف ضاحكه على ناس ما يعني يكون عنده اعاقه بصريه او اعاقه حركيه او شيء، فالاطفال يتعودوا انهم يضحكوا على هذه المناظر او هذه الاشياء، واحيانا قد يشاركوها مع اصحابهم. لا، هذه الامور يعني احنا في يعني تجاوزناها في كندا. لا، الاعاقه لا انه الشخص ينظر لهم بدونيه، وبالعكس الان بنشوف انهم دخلوا في يعني في التعليم، موجودين في المجال الاعمال، موجود يعني ما يفكرش انسان انهم يعني عاجزين معناه انهم غير قادرين. لا، عاجزين معناها انهم يحتاجوا الى ترتيبات معينه، الى وسائل معينه على اساس انه يتم تسهيل يعني مشاركتهم في يعني في الحياه العاديه. الان مو اخر نقطه اللي بختم بها اللي هي موضوع الان ارجع لموضوع التربيه. طبعا حاولت ادخل موضوع التربيه في النقاط السابقه كلها، لكن اشتيكم تركزوا معايا لانه بالنسبه لاطفالنا كلنا اللي احنا اطفال واللي ان شاء الله يكون يعني يكون عندهم اطفال في المستقبل، هم اللي بنطلق عليهم مصطلح third culture kid. ايش معنى third culture kid او اطفال الثقافه الثالثه؟ هذه معناها انهم لا حيكون ثقافتهم زي ثقافه ابائنا واجدادنا اللي احنا حملناها وجينا بها، ولا حتكون ثقافتهم زي الثقافه السائده الموجوده اليوم بين الافريج كندي. لا يمكن، يعني الطبيعي يقول انه ما يكونش لا هذا ولا هذا. في حالات استثنائيه ممكن، لكن هذه الحالات بنشرحها الان، هذه حالات غير محبذة. إنما الغالب أنه بيكون فيه ثقافة هجينة، يعني يأخذ بعض من هذا وبعض من هذا. من اللي بيأخذها؟ الطفل لا، أو الفرد. لا يمكن مهما حاولت أنك يعني تسيطر على هذا الخيار، لأنه طبعا مشهور عندنا إحنا فكرة أن يعني التربية بتكون تربية بالقول وبالفعل، ونركز أنه التربية بالفعل وبالقدوة الحسنية هي الأهم. صح، هذا أكيد، لكن بعد ما إحنا نقوم بعمل معين تعود سبحان الله فكرة الخيرة موجودة في الإنسان يعني بشكل كبير. الفرد أو الطفل هو اللي بيختار إنه هل هذا العمل اللي بتقوله أو بتقوم به، أو هل هذا الشخص أنا أعتبره كفرد قدوة إيجابية أو قدوة سلبية. إيش معنى قدوة إيجابية؟ قدوة إيجابية معناها أن أنا أحب العمل هذا وأشتي أكون مثله أو أقلده. إذن أنا أتكلم على قدوة إيجابية. قدوة سلبية العكس، إن أنا أرى أن التصرف هذا سيء وإن أنا أتجنبه. وهذا ظاهرة الكل بيشوفها، تشوفوا أنه الآباء أحياناً يكونوا في جهة وأطفالهم يجوا مختلفين عنهم تماماً، يقول واحد يعني سبحان الله كيف الأب كيف، وأحياناً الأخوة نفسهم أخ هكذا وأخ هكذا، إيش السبب؟ ورغم أنه التربية واحدة، القدوة هي نفسها، هو هذا. وما تقولوش انه بما منطلق او ما في منظوركم انه عمل جيد او صالح انهم ياخذوه
قدوة سيئة، أو أنه ما في منظوركم أنه سيء، أنهم حيأخذوا سيء. مثلا الأب اللي أو الأم اللي بتشرب السيجارة وقول للأطفال لا تفعلوا مثلي لأنه هذا يعني شيء سيء، وهذا وإن كانت السلوك أصلا كله سيء يعني، وإحنا ما ينصحش به قدام أطفالكم يعني ذات العادات اللي هي السيئة أن تكون إذا لابد منها يعني مش في حضور الأطفال، إنما الطفل هو اللي يقرر، إما يشوف أنه لا تدخين شيء جيد، وإذا أنا أخذ الوالدة والوالدة كقدوة إيجابية وفي المستقبل يكون مدخن، أو أنه يشوف الأب والأم يدخنوا ويشوفهم أنه كقدوة سيئة ويبطل التدخين هو مستقبلا. أيضا من ناحية أخرى أحيانا قد يكون التعامل مثلا الناس كلهم أنه أنا من وجهة نظري أنه هذا تصرف يعني جيد وسلوك محبذ واشتي أطفال يشوفوا ويعملوا. الأطفال العكس، كل الأطفال أحيانا لما يشوفوك مثلا ماشي في السوق وتوقف تتكلم مع هذا وتوقف تسلم مع هذا يشوف أن السلوك هذا سيء، ضيع وقتهم، ضبحوا، طفشوا، إذن يأخذوك في هذا الحالة على أنك قدوة سلبية مش قدوة إيجابية، وبالعكس ما 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 يأخذوش هذا السلوك منك ويعاكسوه تماما. إذن لا تفكروا أنه ما بتعملوه أو ما يعني ثقافتكم أو اللي بتمارسوها أو بتتكلموا عنها أن الأطفال بيأخذوها، لا، الخيار يظل عندهم، ولهذا الحوار ثم الحوار ثم الحوار، استمروا، والإقناع، الحوار والإقناع هو الأساس، وحاولوا تبينوا لهم حتى مميزات الأشياء ولو لها سلبيات. الإنسان المتسامح يقول لك، بعضهم يقول لك لا الوالد والله كان يعني الوالدة متسامحين أخذوا حقوقهم أكلوا حقوقهم أو يطلع متشدد، لا أنت يعني لابد أنه الإنسان هو مثلا بيمثل السلوك أنه يبين أيضا مميزاته. الآن بالنسبة للمدرسة أو الأطفال في المدرسة، في عندي هذا المجسم اللي بيبين تصرف الأولاد والبنات يعني الأطفال في المدرسة وال يعني وفي بيئتهم في المدرسة، وبعدها طبعا الأفراد في بيئتهم بشكل عام، إنما هي يعني البداية تبدأ من المدرسة، إنه بيكون في هذا. لو تشوفوا المجسم مكون من جزئين، الجزء الأول هو نوع الثقافة، الجزء اللي هو الأفق العمودي بيبين لنا ما هي الثقافة اللي الطفل بيعرف نفسه أو بينتمي لها أكثر. يعني مثلاً إحنا نتكلم كعرب، أو هل الطفل بيشوف نفسه عربي أو يمني أكثر أو كندي؟ هل بيشوف نفسه يعني مثلاً هذا كمثال. إذن هذا هو الانتماء، الانتماء بيكون فين، هنا أو هنا. وعلى الجانب وعلى الجهة الأفقية بنشوف شخصية الطفل نفسه، هل شخصية الطفل أنه يعني يتجه أكثر للرضوخ، يرضخ لأي ضغط خارجي، أو أنه يقاوم الضغط الخارجي الذي هو يعني مثلاً التعليمات اللي تجي له أو المعلومات اللي تجي له، هل هو يناقشها ويقول لك لا مش صح، هذا معناه أنه يقاومها يعني يكون في ريزيستنس، أو أنه ما يقاومهاش أنه يأخذها، ما قالوا له في المدرسة أخذها. إذن في بناء على هذا بيكون في أربع يعني معانا أماكن بيكون فيها الطفل أو الفرد. الأولى اللي هي بيكون أنه الطفل أو الفرد بينتمي أكثر للثقافة السائدة اللي هي الثقافة الكندية، الثقافة الكندية اللي بنشوفها في التلفزيونات، اللي يعني واضحة أمامنا في البيئة في الإطار العام في المدرسة إلى آخره، بيكون إذن متجه لهذا الاتجاه أنه بيعرف أو منتمي أكثر لها، بيشوف نفسه في مثلا بعض الأهل يعني الأطفال عندما يجي يقول لك يكلمك كأب أو كأم يقول لك أنت في بلدك، يقول لك أنت في بلدك أصل، يعني كأنه تحس في يعني مش شرط أنه يقول لك، في إشارات تبدأ تحس أنه انتماء أكبر إذن للثقافة الكندية هنا، ما دام بيقول لك بلدك يعني أصبح مثلا اليمن، أو إذا عندنا عرب من غير اليمن اليوم شرفونا، يعني أنه يتكلم على أنه ما أصبح مفصول عن هذاك البلد. ففيه مثلا في بعض الأشياء أو بعض الكلام أحيانا هو اللي يبين هذا الشيء، فإذا هذا الشيء، ويكون الطفل أيضا يعني ما يحب الضغط وما يقدر يقاوم الضغط فيرضخ تماما
للثقافة السائدة. إذن هو بيعرف نفسه ضمن الثقافة السائدة بيرضخ لها تماما، هنا بيكون في حالة اللي نسميها الـ auto assimilation، معناها أنه بيطبع نفسه بطبيعة المكان، يعني ممكن حتى يبان أنه يعتقد في داخله وداخله أنه مثله مثل الأفريج كنديان، ما فيش بينه وبينهم أي فرق في كل شيء، في ثقافته، في انتمائه إلى آخره. إذن هذا جزء. الجهة الأخرى عندما يكون أنه لا زال الفرد بينتمي أكثر للبيئة الحاضنة، اللي هو البيئة الكندية، لكن عندها القدرة على أنه يقاوم الاسترس اللي جاي له أصلاً من يعني ضمن العملية التربوية. فهنا وهذا الأصح هو الأفضل، لأنه برضو إحنا أولاد أطفالنا إحنا جبناهم كندا، يعني من الأفضل إنهم يكونوا إنهم يحسوا أكثر بانتمائهم لكندا، يعني ما يفقدوش انتمائهم لبلاد المنشأ، لكن إذا ما حسش بانتمائه لهذا البلد واللي يعيش فيه واللي يبني نفسه فيه في مشكلة. لكن الريزيستنس هذا اللي عنده بتخليه إنه لا ما بيقبلش كل شيء، ما بيكونش عبارة عن يعني وعاء ما حطيت فيه أخذه، لا بيكون في نوع من الغربلة. الريزيستنس هذه بتعمل إنه لا والله الفكرة هذه أنا يعني أقبلها، الفكرة هذه ما أقبلهاش إلى آخره. فبيكون هذا هو يعني قد يكون هو طبعا يختلف باختلاف الطفل، تركيبته، ظروف الأهل إلى آخره، لكن هذا قد يكون يعني من المتعارف عليه هذا هو أفضل مكان، أفضل مكان للفرد في البيئة اللي هو عايش فيها أنه يكون هنا، يعني أنه ينتمي، يحس بانتماء قوي للبيئة، لكن يكون عنده نوع من المقاومة أنه ما يقبلش كل ما يجي يعني كوعاء. بس الجهة الثانية أو الجماعة اللي في يعني من الجهة الأخرى بنجد أنه الناس اللي بالعكس أو الأفراد اللي بيحاولوا أنهم أو منتمين أكثر للبيئة، بيئة المنشأ، يعني إذا كان مثلاً الأبوي من اليمن، اليمن نحاس نفسه أنه يمني، يمني يعني 100%، وما بيحس حتى لا أنا مش كندي، بعضها يقول لك لا أنا مش كندي أنا. فهذا بيكون توجه هنا. إذا كان أيضاً ما عندش يعني إذا كان هذا الفرد توجه هكذا لكن ما يحبش ندخل في 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 ستريس او في ضغوطات، ففي هذه الحاله حيكون يضطر بنوع بشكل من الاشكال انه يرضخ للضغوط اللي بتجي من البيئه، وهنا بتكلم على بيئه المدرسه، وفي حاول يتظاهر في المدرسه انه متفق معهم، بينما لما يرجع البيت يكون شخصيته غير وتصرفاته غير، وهنا هذا اللي يسموها الدواليزم او الكالتشرال دواليزم، يعني يكون عنده ثقافتين، يخرج من البيت يصبح الكندي القح، يرجع البيت يصبح العربي او اليمني القح، وهذه فيها خطوره طبعا، يعني مع يعتمد على الاطفال وشخصياتهم مثل ما قلنا، لكن مع الوقت قد بعدين يبدا يغير من سلوكه ويبدا يتفهم اكثر وعقليته تكبر ويتعدها بدون اي مشاكل. لكن في اشخاص لا، قد تعمل له ازدواج في الشخصيه، لانه يعني الان بيفكر بشكل بطريقتين مختلفتين، بيتصرف بطريقتين مختلفتين. وفي ناس تعرفهم اكيد بهذا، يعني قد يخرج ويناقش ويتكلم وتجدوا انه يعني عنده اراء وافكار، لما يرجع بين جماعته او جروب ما افكاره وهذا مختلفه تماما. فهذه هو هذه هي طبعا الكبير قد عنده القدرات اكبر انه يتعامل مع هذا الحاله، لكن بالذات بالنسبه للصغير لا، قد تكون فيها تأثيرات كبيرة. فهو من الطبيعي أن الواحد يحاول إذا شاف أنه يعني لا إفراط ولا تفريط، إذا شاف أنه الولد منفصل عن ثقافته الأصلية لا يشجعه، يحاول أنه قدر المستطاع يحببه بالثقافة الأصلية، إذا تيسرت الأمور إن شاء الله وكان يقدر يسافر لابد أنه يسافر، والآن في الزوم في يحاول أنه يخليه يتعرف بأهله، قدر المستطاع أنه يختلط يعني أقرانه من الأطفال اللي هم في عمره، يعني إذا شافه من ناحية ثانية بالعكس إنه يعني هذا هو توجهه، وإنه منفصل عن البيئة الكندية لا، يحاول يشجع يقول له لا إحنا في كندا وأنت مواطن ولك حقوق، ويحبب له البيئة الكندية بحيث إنه لازم تعملوا توازن بحيث إن إحنا نحاول إنه يكون الطفل هنا. الجزء أو الموقع الأخير في هو الموقع الأخطر، الموقع الأخطر اللي هو يكون الانتماء للبيئة الأصلية
أو بيئة الآباء ويكون منفصل عن يعني ما بيعترفش نفسه نهائيا بين المشتركات مع البيئة الحاضنة، ويكون عنده resistance يعني إنه يقاوم. فهذا الشخص الذي هو يعني بيعمل لك دائما مشاكل، لأنه بيروح المدرسة بيقول لهم لا أنتم ما عندكمش أخلاق، أنتم ما عندكمش، هذا غلط وهذا ما يصحش وهذا كذا وهذا، يعني هذا يكون اللي هي اللي يسموها اللي هو السيبرتست، يعني يكون شخص منفصل تماما، عايش في بيئة وهو منفصل عنها. وهذه اللي أي مشاكل تحصل، سواء يعني مثلا بعض أحيانا يكونوا بعض المراهقين أو بعض الأطفال أو بعدين يكون أفراد يكونوا يعني خارجين تماما عن بيئتهم، أو قد توجهوا للتطرف أو خلافه، يكونوا عادة في هذا المحيط، هذا لهم اللي في هذا أخطر المواقع. إذا إحنا نحاول دائما قدر المستطاع إن إحنا نخلي أطفالنا يكونوا في المربع هذا الذي هو أنت من قوي انتمائهم للبيئة الكندية اللي هم موجودين فيها، ومن ناحية ثانية لكن ما نجعلهم أنهم يربوا خاصية الاختيار الانتقاء، مش يأخذوا كل شيء مثل ما هو. فهذا هو الطرح. أنا بوقف هنا وبترك المجال للتعليقات أو الأسئلة، يعني بحسب ما وعدنا، لأنه هذه يعني ممكن أرجع إذا حسيت إن في حاجة ممكن أرجع للسلايد إذا في ضرورة. إنما هل وقفت الشير الآن؟ الآن وقف الشير. شكرا جزيلا أخي منير. طبعا نشكركم يعني جميعا على الاستماع، وطبعا احنا نشكركم يعني الشكر الجزيل على حضوركم للندوة هذه، ونشكر الأخ منير. وطبعا يا جماعة أي إنسان يعني فاكر أو يعني عنده علم معين أو أي كان في أي شيء وحابب أنه يعمل محاضرة أو ندوة يتواصل معنا، وإن شاء الله بإذن الله يعني نشكر الحضور هذا الكويس، وما شاء الله معلومات قيمة حصلناها من الأخ منير واستفدنا منها جميعا. وإذا في أي كلمة آخر كلمة تحب أنك تلقيها أستاذ منير تفضل. الله يسلمكم. لا ختاما يعني نسأل الله السلامة لنا ولأبنائنا وللجميع والهداية والدعاء، يعني يلتزم إنسان بالدعاء ويتذكر أنه يعني هو كل ما يعني التزم هو شخصيا، فإن شاء الله أنه هذا أيضا يعكس بشكل كبير على الأبناء. ننتبه، هذه مسؤولية كبيرة علينا، يعني قدر المستطاع أن احنا نحاول نحبب أطفالنا في هذا الدين. لما يجي رمضان نزين البيت، نعمل يعني نعطيهم، مش انه التزيين ولا هذا يكون بس يشوفوه في الكريسماس، لا يعني اعمل لهم جو، نخلق لهم جو يحببهم في شعائرنا، يحببهم في 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 في, في ديننا بشكل عام، بحيث انهم يعني يعتنقوه قناعة ان شاء الله. والدعاء انه ربنا يهدينا ويهديهم ويصلح جميع احوالنا ان شاء الله، ما يترك واحد الدعاء، وربنا هو لطيف كريم. يعني اطمنكم يعني كل او اغلب الدراسات تبين انه ثقافة البيت لا تزال، رغم كل الميديا، رغم نظام التعليم، ثقافة البيت هي اللي الغالبة على الاطفال. وهذه حتى ما يحتاج حتى كلام، بتشوفوها بتواجهوها الناس عايشين احيانا يعني جيلين وثلاث اجيال موجودين في كندا، وتشوفوا ما شاء الله الأبناء محافظين، وهذا يعني الأفراد أحيانا قد يكون، إنما بشكل عام ثقافة البيت هي الأساس، أهم شيء واحد ما يفرطش فيها. فشهر كريم على الجميع وحياكم الله. شكرا جزيلا أخي منير، وشكرا جزيلا للحضور جميعا، ونلقاكم إن شاء الله مرة ثانية مع محاضر آخر. الذي حابب يطوع معنا أهلا وسهلا فيكم، هذا موقعنا. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم.